السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة اللي ما شاء الله غادي نحضر معكم كيكات فرديين فقط ببيضة واحدة، كيعطونا كمية اللي هي معقولة وكيجيو أكثر من رائعين. فتفضلوا معايا تشوفوا المقادير وأيضا طريقة التحضير. فبالنسبة للمقادير ديال هاد الكيكات، غادي نحتاج واحد الحبة ديال البيض، نص كاس ديال السكر، ربع كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، كاس وربع ديال الدقيق أو 125 غرام، معلقة صغيرة ديال الخل، واحد الكيس ديال السكر فاني، وكيس ديال الخميرة ديال الحلويات. فنبداو على بركة الله. في واحد الإناء غادي نوضع الحبة ديال البيض، واحد الحبة اللي تكون من الحجم الكبير. غادي نضيف عليها كاس ديال السكر بالنسبة للكاس القياس ديال الكاس ديال العنبة. غنضيف حبة ديال الملحة اللي نسيت ما ذكرتهاش معكم، كيس ديال السكر فاني، وغادي نحرك شوية هاد البيضة مع السكر. فبالنسبة لهاد الكيكة غادي نخدموها فقط بالخلاط اليدوي، حيت ما عندناش قياس اللي كبير، فقط القياس ديال واحد البيضة، ما كياخدناش العبارات بزاف. فغادي نخفق شوية هاد البيضة حتى يدوب ليها هاد السكر. غادي نضيف ربع كاس ديال الزيت، وغادي نخلط واحد شوية. غادي نضيف نص كاس ديال الحليب، دائما القياس بكاس ديال العنبة أو الكاس ديال الشاي. وغادي نضيف الدقيق بالتدريج، كاس وربع، أنا هنا عندي الدقيق مغربل من قبل. فبالنسبة لهاد الكيكات كيتحضروا في واحد الوقت القصير، وايضا مقادير اللي هي اقتصاديه ومتواجده في كل بيت. وبالنسبه لهذا القياس ايضا كيعطينا واحد الكميه اللي هي معقوله. دابا غادي نضيف كيس ديال الخميره، من الاحسن نغربلو الخميره حيت كتكون بعض المرات بارده كتكور. وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الخل، صافي. غادي نخلط واحد شويه. بالنسبة للقوام ديال الكيك فهو هذا، كيكون واحد الخليط اللي ما خفيفش وفي نفس الوقت ماشي قاصح. دابا غادي ندوزو باش نحضروا القوالب اللي غادي نكبوا فيهم هذا الخليط. فانا هنا خديت هذه القوالب الصغيره ديال الكيك، دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق. دابا غادي ندوزو نعمروهم، بسم الله. فغادي نعمروهم بواحد المعلقه. وبالنسبه للتعمار ديال هذا الكيك ما غادي نعمروهمش بزاف حيت عندنا الخميره، فقط هذا القياس هذا. نفس الطريقه غادي نعمر بواحد المعلقه، القياس تقريبا ديال النصف او اقل او الثلث. فانا غادي نستمر بهذه الطريقه، غادي نعمر هذه القوالب كاملين اللي عندي بهذه الكميه ديال العجين، وغادي ندخلهم الفران على 180 درجه بالنسبه للفران ديال الكهرباء. وبالنسبه للفران ديال الغاز غادي طيبوهم على نار مهيله. طيب ديال الكيك عادي، كل سيده كتعرف الطياب ديال الفران ديالها. من بعد ان شاء الله غادي نرجع نتلاقى معكم. من بعد ما طابوا لي الكيكات وخرجتهم الفران كيكون هذا هو الطياب ديالهم. صراحه ما كيتعطلوش بزاف، كياخذوا معنا تقريبا واحد 25 حتى 30 دقيقه. دابا غادي ندوز باش نديمو ليهم او نزولوهم من القوالب. كيزولوا صراحه بسهوله كما كتشوفوا، ها هما كيجيو تبارك الله رطبين خفافين وهشاشين. فانا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نزولهم كلهم. دابا غادي نخليهم يبردوا وغادي ندوزو نحضروا الكريمه اللي غادي نعمروا بها هاد الكيكات. وبالنسبه للطبقه ديال الكريمه غادي نحتاج كاس ديال الحليب ما عامرش، ناقص تقريبا 8 ديال واحد الاسبوع، عندي معلقه صغيره عامره مزيان كيف ما كتلاحظوا مقببه ديال كريم باتيسير، وعندي هنا واحد 6 ديال القطع او قياس ديال واحد 50 غرام ديال الشوكولاته السوداء. فبالنسبه للسكر انا ما استعملتش هنا السكر، فقط غنكتفي بالحلاوه ديال الشوكولا، وغادي نذوق من بعد. اذا بقات خصني الحلاوه غادي نزيد السكر على حسب الذوق ديالي، وانتم ايضا السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. فعلى بركه الله غادي ناخد واحد الكاسرونه، غادي نوضع كاس الحليب، قلت لكم ما عامرش، ناقص ثمن واحد الاسبوع.
غادي نضيف معلقه صغيره عامره كيف ما كتلاحظوا عامره مزيان ديال كريم باتيسير. اللي ما توفرش على كريم باتيسير يقدر يعوضها بالنشا. غادي نحرك ودابا غادي ندوز نوضع الكسرونه فوق النار. فبالنسبه لهاد الطبقه ديال الكريمه فكتحضر بسرعه، خصكم ضروري تبقوا واقفين معها حيت فقط عندنا كاس ديال الحليب. فانا غادي نبقى واقفه مع البوطه كنحرك، غادي نشوف باللي بقى هاد الخليط كيقصح غادي نضيف له الشوكولا. فهنايا كيف ما كتلاحظوا ها هي الكريمه قصحت، غادي نطفي على البوطه وغادي نضيف هاد الكميه ديال الشوكولا اللي ذكرت معكم، قياس ديال 51 غرام. غادي نحرك بهذه الطريقه الشوكولا وانا طافيه على النار حتى يذوب لي في هاد الكريمه. فمن بعد ما ذوبت الشوكولا بالتحريك كيف ما كتشوفوا ها هو ذاب، ضروري النار تكونوا طافيين عليها. دابا غادي ندوز باش نعمروا هاد الكيك. بسم الله غادي نعمروا والخليط ضروري يكون باقي سخون هكذا باش ما يقصحش. بسم الله نعمر بواحد المعلقه بهذه الطريقه هذه. انا بالنسبه لهاد الحلاوه جاتني حلاوه هي هذيك حلاوه معقوله، غادي نستمر بهذه الطريقه غادي نعمر هاد الحفيرات كاملين بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه لهاد الشوكولاته السوداء تقدروا تعوضوها ايضا حتى بالشوكولاته البيضاء. صافي غادي نحاول نقدهم بهذه الطريقه هذه باش توزع لي الكريمه وتجيني متساويه بهذه الطريقه. فبالنسبه للتزيين ديال هاد الكيكات، انا من الفوق درت هنا ديك الكويرات ديال الشوكولا دردرتهم فوق الكريمه قبل ما تقصح هكذا باش كيقبطوا. وبالنسبه للجوانب دهنتهم بالمربى ورشيتهم بالكوك كيف ما غتشوفوا معايا. ودائما التزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم، ومن الافضل هاد العمليه هادي عملوها قبل ما تعمروا الكريمه باش تجيكم عمليه سهله. دابا غادي ندهن هاد الجوانب ديال الكيكه بالمربى ديال المشماش وغادي نرش عليهم الكوك بهذه الطريقه. تقدروا تعوضوا الكوك باللوز مهرمش او الكاوكاو مهرمش او تخليهم غير هكذاك، فقط من باب التزيين اقترحت عليكم هاد الفكره هادي. كيف ما كتلاحظوا كيجيو بواحد المنظر لي جميل بهذه الطريقه. فانا غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه الكيكات كلهم، بعد ان شاء الله نتلاقى معكم في الشكل النهائي. وفي الاخير كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكات. كيجيو كيكات اللي خفاف لذاذ وفقط بيضه واحده عطاتنا 8 ديال الحبات. تحضروهم في وقت القصير لضيافكم واكيد غادي يعجبوهم. وكان هذا هو الاقتراح ديال اليوم، كنتمنى ينال الاستحسان ديالكم. فاذا عجبتكم الوصفه كما العاده ما تنسونيش من اللايك والاشتراك وايضا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد ديال القناه. شكرا والى اللقاء.